حبيبي حبيبي، انت عارف مين اول واحد عمل الحركة دي في الكهرباء؟ ده فيلمنج مش انا يا عم. فيلمنج انت عامل كده ليه؟ عيب عليك. فيلمنج ده بيقولك لو انا حطيت سلك مستقيم فيه تيار كهربي داخل مجال مغناطيسي، عايز اعرف اتجاه التيار واتجاه الفيض والقوة اللي هتنشأ منها هيبقى ازاي. قال لك والله لو اتجاه الفيض هو السبابة اللي هو ده، واتجاه التيار اللي هو باقي الصوابع التلاتة دول اللي تحت، يبقى هيبقى اتجاه القوة اللي هو ده. يبقى دي القوة المغناطيسية اللي هتنشأ عن مرور تيار كهربي داخل فيض مغناطيسي. يبقى يالا مين أول واحد عمل الحركة دي؟ هتيجي لك في الامتحان والله. قاعدة اليد اليسرى دي يسرى، دي مش يمنى، خلي بالك، ده قاعدة فيلمنج لليد اليسرى. التلاتة دول اتجاه التيار، ده اتجاه الفيض، دي القوة اللي هتطلع. واشوفكم في فيديوهات تانية.